السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الحديث عن تاريخ المعتقدات والأديان عند الإنسان، وديما تلاحظوا إننا نتوقف عند الزردشتية وما نتقدمش، وهذا ليس صدفة، لأن ظهور الزردشتية يعتبر تحول خطير في الشرق الأوسط والعالم أجمع، الذي حصل قبل قرابة 3000 سنة من الآن، حيث قلت في الفيديوهات السابقة إن تلك الفترة انتشرت فيها البراهما أي العارفين للحقيقة في كل آسيا وخارج آسيا. ومن الذين ظهروا في تلك الفترة وحصلوا على أتباع وأنصار هم مثلا بوذا وزردشت وإبراهيم، هذوما تقريبا ثلاثة شخصيات ظهروا تقريبا في تلك الفترة قبل 3000 سنة من الآن. ونحن نعرف إن هؤلاء انطلقوا من شمال الهند نحو بقية العالم، وكانوا أغلبهم أو كلهم ينتمون لما يسمى الآريين. الآريين في آسيا هي طبقة النبلاء أو الشرفاء أو العارفين للحقيقة اللي كانوا ينتموا إليهم تقريبا كل البراهما، التي هي في الحقيقة طبقة دينية ولكن أيضا طبقة عرقية أو لغوية، حيث يمتازون هؤلاء البراهما بالبشرة البيضاء والأكثر بياضا من بقية سكان منطقة آسيا، كما أنهم يتكلمون اللغة السنسكريتية التي هي لغة هندو أوروبية، والتي بها كتبت الكتب الفيدية الأربعة والأبانشيدا. وكانت هذه اللغة هي نوعا ما لغة مقدسة، وما زالت إلى اليوم هي لغة مقدسة، وهي لغة الرهبان أو العارفين للحقيقة، ومنها ينحدر كل اللغات الهندو أوروبية. إذن هذه الطبقة في آسيا هي طبقة دينية ويطلق عليها البراهما العارفين للحقيقة، وهي في نفس الوقت طبقة لغوية يطلق عليها اللغة السنسكريتية أصل كل اللغات الهندو أوروبية، وهي في نفس الوقت طبقة نوعا ما عرقية ويطلق عليها الجنس الآري الذي يحمل البشرة الأكثر بياض، التي يتركها مميزة عن بقية شعوب منطقة آسيا، والتي احتكرت المعرفة والعلوم الاعتقادية. السؤال الذي يطرح، ما قصة هذه الطبقة سواء كانت دينية أو عرقية أو لغوية؟ ومن أين أتت؟ أم هي أصيلة منطقة آسيا؟ في آسيا هذه الطبقة يعتبرون أنفسهم عرق قادم من شرق أوروبا وعبروا تركيا، واستقر أكثرهم في إيران، ولكن امتد نفوذهم إلى شمال الهند، ويطلق عليهم اليوم الجنس أو الشعب الفارسي، وكونوا الإمبراطورية الفارسية الكبيرة التي تمتد من تركيا إلى شمال الهند، ويعتبرون أنفسهم شعب راقي فوق كل شعوب المنطقة، ويتكلمون اللغة السنسكريتية، ويحتكرون المعارف والعلوم. طبعا بعد ما كونوا الإمبراطورية متاعهم الفارسية الكبيرة أصبحوا ضمن الشعوب الأسيوية، ولكن يحسب رواحهم هما خير من كل الشعوب اللي موجودة في آسيا، أي عندهم فكر التعالي أو ما يسمى بالعنصرية، لهذا يعملون على أنهم
لا يختلطون بشعوب المنطقة ويحافظوا على اللون البشرة متاعهم البيضة اللي بالنسبة لهم تجعلهم خير من الشعوب الأخرى اللي تميل للسمورة، وهذا فكر عنصري بحت. غير فكرة العنصرية اللي يحملوها هذا الشعب، عندهم أيضا فكرة الهيمنة والسيطرة على الشعوب الأخرى لأنهم يحسبوا رواحهم خير منهم. كما عندهم فكرة الاحتكار للمعارف وجعلها عندهم فقط والمن بها على الشعوب الأخرى التي يجب أن تطيحهم، وهذه هي فكرة الإمبراطورية الفارسية التي لها أهداف عالمية للسيطرة على العالم، تحسب روحها هي فوق كل الشعوب الأخرى لأنها شعوب آرية. هذه الفكرة العنصرية الاحتكارية للمعرفة والإمبريالية عند الجنس الفارسي الذي يصنف نفسه آري ليس من اختراعه، وإنما موجودة عند الجنس الآري الأصلي الموجود في أوروبا، أي أن الفرس أخذوا هذه الفكرة من أصل الشعب الذي قدموا منه. صحيح هم استقلوا عنه وأصبحوا في آسيا، ولكن يحملون نفس هذه الأفكار التي تجعل من الشعب الفارسي أفضل من الشعوب الأخرى. ونفس هذه الفكرة نجدها عند الشعب الآري الألماني مع فكرة هتلر، حيث أن هتلر اعتمد في ألمانيا على نفس الفكرة، على أن الآريين هم أذكى الشعوب وأفضل الشعوب في أوروبا وفي العالم، ويجب أن يسيطروا على العالم كله ويخضعون الشعوب تحت سيطرتهم. إذن فكرة السيطرة على العالم هي فكرة نجم نقول آرية في الأصل. إذن نجم نفهم أن الصراع اللي نطلق عليه الآن، الصراع الشرقي الغربي أو الفارس البيزنطي أو الفارس الروماني أو غيره، هو صراع آري آري من أجل السيطرة على العالم من بين آريين الشرق وآريين الغرب. هذه الفكرة متاع السيطرة على العالم لا نجدها إلا عند هؤلاء الشعوب، بينما شعوب العالم أجمع ما عندهاش فكرة السيطرة على الشعوب الأخرى إلا فيما يسمى الديانات الإبراهيمية، وهذا موضوع آخر. المهم احنا في الفيديو القادم تو نحكيه وشنو الفرق من بين آريين الشرق أو ما يسمى آريين آسيا وآريين الغرب وما يسمى الديانات الإبراهيمية اللي خذوا منهم نفس هذه الفكرة. نحن في هذه الفيديو نحب نركزوا على فكرة ما يسمى أفضلية بعض الشعوب على الأخرى الذي نراه جليا عند ما يسمى الشعب الآري اللي في آسيا المتمثل في الفرس والشعب الآري الموجود في أوروبا. لو ننظر للتاريخ وللعلم والبحوث العلمية نجد إن هذه الفكرة متاع السيطرة على العالم ليس خاصية بالآريين، صحيح هي أصبحت أكثر وضوح عندهم، ولكن لو نرجع للتاريخ نلقوها بدات مع ما يسمى بالإنسان العاقل أو ما يسمى بالأومو سابيان. كما شفتوا في الفيديوهات السابقة إن الإنسان العاقل الذي انطلق من إفريقيا قبل أكثر من 300 ألف سنة من الساحل الشرقي الجنوبي لإفريقيا وانطلق نحو الشمال الشرقي والغربي لإفريقيا، ثم عبر إلى آسيا وأوروبا ووصل إلى أمريكا وأستراليا، وجد ثلاثة شعوب بشرية تسبقه، وهي اثنين مجموعات بشرية موجودة في آسيا الذي يطلق عليهم الفلوريس في جنوب آسيا
وديسي نوفا اللي موجود في شمال آسيا، كما أن المجموعة البشرية الأخرى موجودة في أوروبا الذي يطلق عليهم النيدرتال. هذه المجموعات البشرية الثلاثة الموجودة في آسيا وأوروبا انطلقت من إفريقيا من جنس يطلق عليه الإنسان إريكتوس، أومو إريكتوس. وقد غادر إفريقيا وهو أول إنسان يغادر إفريقيا قبل أكثر من مليون سنة، وعندما غادر إفريقيا استقر في آسيا وأوروبا وتطور طيل هذه الفترة حتى لحق عليه الهجرة الثانية، ما يسمى بالإنسان العاقل أو الأومو سابيان، وحاربه وقضى عليه كليا. رغم أن الاكتشافات الأخيرة تثبت أنه لم يتم قتله كليا، بل هناك حتى عملية تزاوج. لهذا نجد مثلا أن الأدهان متع هذه الأجناس البشرية موجودة في الإنسان الحالي. طبعا أنا هنا سوف لا أعيد الحديث عن هذه المرحلة اللي تكلمت عليها في الفيديوهات السابقة، وإنما اللي حبيت نقوله أن فكرة قتل وإبادة والسيطرة على الآخر هي فكرة بدأت مع ما يسمى بالإنسان العاقل اللي قضى على ثلاثة مجموعات البشرية اللي كانت موجودة في آسيا وأوروبا. ولأن المجموعة اللي كانت في أوروبا اللي هي النيدرتال كانت الأكثر تطور من المجموعتين اللي موجودين في آسيا، فلوريس وديسينوفا، لهذا الإنسان العاقل الذي وصل لأوروبا وقضى على النيدرتال اكتسب أكثر تجربة من النيدرتال وسرق منه كل مهاراته وكل علمه، فلهذا كان عنده نوعا ما تفوق على بقية الإنسان العاقل الذي انتقل نحو آسيا واختلط وقضى هو بدوره على الإنسان فلوريس والإنسان دينيسوفا. والتفوق هنا ليس في كل شيء، لأن الإنسان العاقل اللي مشى لآسيا أو اللي بقى في إفريقيا عنده تفوق في مجال معين، بينما الإنسان العاقل الذي قضى على النيدرتال اكتسب التفوق ما يسمى في المهارة وفي الحروب وفي استعمال الأدوات. والتحديات اللي تواجه الإنسان اللي في أوروبا كبيرة، لأن الطقس بارد والمخاطر كبيرة، لهذا الإنسان اللي موجود في أوروبا مجبور أنه يبذل جهد أكثر من أجل الحفاظ على وجوده. وهذا التفوق اللي حصل عليه الإنسان العاقل في أوروبا خلقت عنده أنه أحسن من الشعوب الأخرى، خاصة عندما خرج من أوروبا وذهب إلى آسيا في هجرة، وجد الشعوب الأخرى مسالمة وليس مستعدة للحروب، ولهذا استغل هذا الضعف متاعها من أجل السيطرة عليها وفرض نفسه على أساس أنه خير منها. ومن هنا جاءت فكرة الفوقية أو الأفضلية للشعوب الآرية الأوروبية على بقية العالم. وأوروبا عندما وقعت النهضة الأوروبية واستعمار بقية المعمورة كانت تؤمن بهذه الفكرة، ولكن هذه الفكرة هل هي حقيقة؟ طبعا لا. صحيح هناك شعوب عندها خبرة في مجال معين أكثر من الأخرى، لأن نتيجة الممارسة جيل بعد جيل تخليها عندها قابلية أكثر باش تطور بعض الأمور، ولكن لا يعني أن هناك شعب أو جنس مهما كان أحسن من كل الشعوب. كل شعب له الميزة متاعه وعنده الخاصية متاعه وعنده التفوق متاعه في مجال معين، وهذا لا ينطبق على الشعوب فقط بل حتى على الأفراد. من له خبرة أكثر وله إمكانيات أكثر يمكن أن يصل، وهذه الأمور أثبتت علميا الآن. يعني تجد شخص ما ينجحش مثلا في بلد إفريقيا أو في دول العالم الثالث، عندما يذهب إلى الدول المتطورة وتتوفر له الظروف والتربية والإمكانيات يمكن أن ينجح وأن يصل، حتى يمكن أنه يتفوق على أصحاب البلد
التي استقبلتها. يعني كل واحد مجهوده، كل شعب وكل فرد عنده القابلية لو تتوفر له الظروف والإمكانيات. إذن فكرة أن الشعب الأفضل والشخص الأفضل هذه إلا في مخيلات من يؤمنون بها لا أكثر ولا أقل. ولهذا أوروبا تخلت عن فكرة الجنس الآري، وخاصة بعد الكارثة الذي لحقت أوروبا في الحرب العالمية الثانية، واكتفت بالحديث عن اللغة الهندو أوروبية في مكان القول اللغات الآرية. والبحوث العلمية أكدت أن الذي يجمع الشعوب الآرية هي اللغة لا أكثر ولا أقل، وأنهم من أعراق مختلفة ويتكلمون لغة واحدة ثم تفرعت إلى عدة لغات هندو أوروبية، والتي هي في الأصل اللغة السنسكريتية التي تأتي منها كل اللغات الهندو أوروبية. كما أثبت العلم أن قبل 6000 سنة من الآن هاجرت شعوب من شرق أوروبا ودخلت آسيا حاملة معها معرفتها، واكتسبت المعارف والعلوم المحلية، حتى أن التاريخ يقول أن هؤلاء المهاجرين استولوا على المعارف السومارية ومعارف وادي السند. بل يذهب بعض المؤرخين إلى القول أن هذه الشعوب الآرية هي التي قضت على الحضارة السندية كليا واحتكرت معرفتها، وواصلت في هجرتها إلى شمال الهند، وكونت فيما بعد ما نطلق عليه الإمبراطورية الفارسية التي قامت على أنقاض الحضارة السندية والسومارية المعروفة. إذن يمكن أن نقول إن التحول الكبير الذي وقع قبل ظهور الزردشتية هو قبل أكثر من 6000 سنة من الآن، بعد سقوط الحضارة السومارية والحضارة السندية أو ما يسمى بوادي السند، ودخول شعوب مختلفة أو شعب واحد يتكلم ما يسمى باللغة الآرية، ودخل إلى آسيا واستولى على كل الموروث الاعتقادي لمنطقة آسيا، وكون ما يسمى بالديانة الفيدية اللي تكلمنا عليها في الفيديوهات السابقة، اللي هي أول الديانات، نجم نقوله ديانة أكثر من اللي هي معتقد، واللي اتطورت هذه الديانة بعد كتابة كتب الفيدا باللغة السنسكريتية والأبانشيدا، وكونت ما يسمى البراهما والهندوسية، وانتشرت البراهما في كل آسيا، وظهرت كثير من الأديان، ومنهم طبعا الديانة الزردشتية اللي تهمنا هوني في الدرجة الأولى. هذاك علاش كل مرة نوخر في الحديث عن الزردشتية، حتى تكون عندكم فكرة واضحة على الخريطة العامة للعالم في ذلك الوقت، وخاصة في منطقة آسيا. إذن قبل أكثر من 6000 سنة، بعد أن ضعفت الحضارة السندية أو وادي السند وضعفت السومارية، دخلت شعوب من شرق أوروبا وغزت آسيا واستولت على كل المعارف، وكونت ما يسمى بالفيدية، هي أول لبنة للديانات التي انطلقت منها كل الديانات الأخرى، ووصلت إلى الزردشتية التي هي لب الديانات الإبراهيمية. إذن نجم نقوله وقعوا زوز مراحل مهمة. قبل أكثر من 6000 سنة ما يسمى بالغزو الآري والفكر الإمبريالي العنصري الذي يضع نفسه فوق الشعوب الأخرى، والذي استعمل المعتقد من أجل أن يحوله إلى دين لكي يستعبد الناس ويحكم في الناس، وهذا ما سوف نعرفه في الفيديو القادم، بين الأسلوب الآري الآسيوي للسيطرة على البشر بمفهوم الدين، والأسلوب الآري الأوروبي الذي يعتمد على المهارة والتكنولوجيا للسيطرة على البشر. هذا اللي باش نعرفوه في الفيديو القادم، ثم نتحول للحديث عن الزردشتية اللي هي
نقطة تحول مهمة. المهم أكتفي بهذا القدر، أنا قررت باش نعمل الفيديوهات مش أكثر من 20 دقيقة حتى نسهل للأشخاص باش يتبعوها حلقة ورا حلقة ويستفيدوا أكثر. شكرا على المتابعة، شكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.